كان في رسالة مهمة جدا وجهها السيد الرئيس لرجال الصناعة وللمستثمرين، وهي البدء في إنتاج المنتجات اللي بيتم استيرادها من الخارج والعمل على توطينها في الداخل. أنا يعني قصدت إن أنا أجيب الجدول دوت عشان الناس تنتبه معانا بينما إحنا بنتكلم في يا ترى الإنفاق اللي إحنا بنعمله في منتجات قال لك إن ده تكلفة بالدولار وكانت من ضمن أسباب ما نحن فيه. مش كده يا دكتور مصطفى؟ طيب أنا بس عايز أقول لكم بالراحة خالص، بصوا على كل حاجة اتقالت هنا وبصوا على الرقم، أكبر رقم اللي هو الـ 45 مليار، وبرضو شوفوا الرقم الرقم بتاع التليفون المحمول والكلام ده، ده سنوي يا كامل، ده سنوي مش 10 سنين، 10 سنين اللي هم 14-24 اللي هو 8.7 من 10 مليار جنيه، مش كده يا كامل؟ دولار يا فندم، دولار. واللي بعد منه الأدوية بتاعت الطب البشري 23 مليار، والمواد الدوائية 4 مليار دولار، ولوحات التوزيع بتاع التحكم الكهربائي 2 مليار دولار. يا جماعة، يا أهل الصناعة، يا مستثمرين، يا رجال الأعمال، يا اللي شغالين في البنوك، يا اللي شغالين في التجارة والصناعة، يا اللي شغالين في الاستثمار، اللي انتوا قدام منكم ده هي عبارة عن فرص عمل ليكم، لأن كل منتج من ده احنا دفعناه بالدولار عشان نجيب المواد ديت أو المنتجات ديت تتباع في مصر. كل الأرقام ديت لما بتتكلم على إنك بتجيب بتسعة مليار دولار تليفون محمول، بتجيب منتجات أدوية في بعضها يمكن ما تقدرش تعمله، لكن يا ترى كل الأدوية اللي بتجيبها ما تقدرش تعملها؟ إحنا عندنا يعني دي أهم حاجة عندنا، أهم حاجة مش في اللي أنت قلته النهاردة كله يا كامل، وأنا لما قلت لك لو سمحت هات لي الحاجات اللي إحنا اشتريناها كتجارة وصناعة في 10 سنين عشان أوريكم الرقم ده. الناس النهاردة بتستسهل، اللي بتشتغل في التجارة يعني أو في المجال يعني، بدل ما يجيب الكلام دوت ويعمله في مصر ويخش في متاهات مع أرض وتمويل ثم بقى نقل تكنولوجيا من بره في الآخر عشان يطلع المنتج اللي احنا بنتكلم عليه ده، يقول لك يعني أشتريها أسهل. والدولة، وأنا بتكلم وأنا مسؤول، والدولة ما حاولتش تشتغل بجدية وصلابة وصرامة. ويا كامل، صرامة، صرامة لما تيجي على بند 16 في الجدول الأخير ده، عطور ومزيلات عرق وماء تواليت ب 440 مليون دولار، يعني حاجة كلام مستحرات تجميل تقريبا ب 500 مليون، حقائب يد ب 200 مليون، شوكولاته تقريبا ب 400 مليون، حتى السيراميك ب 235 مليون. وبتلوموني تقولي لي الدولار غيري ليه؟ الدولار غيري ليه؟ حد يبعت؟ ما بقولش ان احنا طبعا نقفل البلد يعني عشان الناس ما تفهمش غلط يا كامل يعني، لكن انا بقول دي انا في تقديري. طيب ورق الفويل ب 500 مليون؟ ايوه. ها؟ ب 500 مليون؟ لورق الفويل ما بنعملوش. طيب الجبنه بمليار و100 بمليار و200؟ ايوه يا فندم. الجبن بمليار و200. ونقول للناس فين مش عارفين نعمل مصانع منتج الحاجات اللي الناس عايزاها. ده كلام كده يعني بقوله لكم عشان تعرفوا ان الحلول معانا احنا، مش معايا انا ولا حتى مع الفريق كامل. احنا كمصريين كرجال اعمال، اللي مكتوب ده كله هو عباره عن فرصه عمل لحضرتك انك تنتج
الكلام ده لمصر، تبيعه ويبقى ناس بتشتغل ويبقى في ناتج محلي ويمكن يبقى فيها شوية ضرائب للدولة. يا ترى ده أسلم ولا جيبها من بره؟ احنا هنا ما جبناش العربيات ولا جبناها؟ ده رقم كام؟ هنا في بند 25 مليار دولار، مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. يعني معقول مش قادرين نجيب نخلي شركات السيارات تنتج سيارات عندنا تكفي طلبنا في مصر ونروح نستورد سيارات؟ طب نستورد برضو بس نسبة مش كله. أنا حبيت بس أقول النقطة ديت، إذا كنتوا عايزين تتجاوزوا التحدي بتاع الدولار لازم هذه المنتجات أو نسبة كبيرة جدا منها يتم إيه؟ تصنيعها في مصر إن شاء الله. وده أمر مش سهل إن شاء الله، وده أمر مش سهل، وإحنا مدعمين الحكومة بكل الدعم حتى تخرج هذه المنتجات أو جزء منها في أقرب فرصة. في حاجات كتير غير كده كمان، لكن أنا بس حبيت أشاور لكم على حاجات أنتوا لما تسمعوها تقولوا يا ما إحنا بنجيب عطور وحاجات من هذا القبيل ومش قادرين نعمل في مصر حاجة زي كده ب 450 مليون، مش عارفين نعمل نجيب ب 400 مليون جنيه مصانع تعمل شوكولاتة للناس ومال، أي حاجة موجودة للناس ومال بس نعملها. مرة تانية بشكرك يا كامل، وكل سنة وانتم طيبين، وعايزين بقى خلال المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي نستمر دكتور مصطفى في الشغل اللي احنا عملناه، وكنا يعني أجلناه شوية افتتاحه، لا نفتتح بقى الكلام اللي احنا بنعمله.